شبكي أمي، صاير شي؟ مالك بالعادة تنامي هلا؟ والله ما بعرف شو بني، ما عم بقدر فتح عيوني. يلا خير إن شاء الله. والله ما في أحلى من النوم، مو هيك؟ يلا رح حط راسي ونام. مين هالبنت اللي اجت اليوم يا ترى؟ سبحان يلي خلق هالعيون، ان شاء الله تجي مرة تانية. شبكي روح يا ابني، لك شو اللي عم يحترق؟ روح فهميني شو عم بيصير؟ محلك عم بيحرقوه. شفتي منام يا امي؟ يلا روح، المعالي عم تحترق يا ابني، روح محلك كله عم بيحترق، لحقوا. جمال، جمال الحقني بسرعة يا جمال، رزقي عم يحترق، الحقني يا جمال. يلا تعال. شو صاير تعال. يا اخي شو في؟ بسرعة. لك فهمني شو صاير قدير، شو في؟ لك ردي علي. الحمد لله لحقنا نطفي النار. أمي منامات بتتحقق، مال الحلال ما بيطير، بيرجع لصاحبه. مرقت على خير، بسيطة، المحل لسه واقف. بس هي خسارة كبيرة لألك. بعوضها، رح ضل اشتغل ليل ونهار. قدير كيف صارت هالحريقة؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.